السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل مكعبات مقشر السكر للحصول على بشرة ناعمة، ويعتبر فكرة لهدية مثالية للعائلة والأصدقاء. وتعتبر مكعبات السكر المقشرة رائعة بالتنظيف والتقشير، لأنها تحتوي على الصابون ولها رائحة رائعة. وأضفت لهذا المقشر زيت اللافندر أو الخزامة، من فوائده يساعد على محاربة حب الشباب، ويساهم في علاج الإكزيما، ويساعد على علاج مشكلة حروق الشمس، ويجدد خلايا الجلد، ويساعد على علاج الأثر التي تركتها لدغات الحشرات على البشرة. ومن فوائد زيت الزيتون للبشرة حمايتها من أثر أشعة الشمس الضارة، وترطيب البشرة وتغذيتها لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين A و E و C و D، ويخفف التجاعيد وينظف البشرة ويساعد في التئام الجروح وخاصة تقرحة الأقدام للأشخاص المصابين بمرض السكر، والوقاية من الرؤوس السوداء والبيضاء على البشرة، وتخفيف تهيج البشرة عند الحلاقة للرجال والنساء. وتتطلب هذه الوصفة جزء واحد من الزيت وجزئين من الصابون المبشور وثلاث أجزاء من السكر، ومدة حفظها 3 شهور. يوضع الزيت والصابون في حمام مائي على النار حتى يذوب، وبعدها نضيفه إلى السكر، ثم نضيف الزيت العطري، وبعدها حطوها في قوالب سيليكون حتى يسهل استخراجها. وطريقة استعمالها عند الاستحمام، يفرك بهذه المربعات الأماكن المراد تقشيرها، ثم تترك لمدة 5 دقائق أو أقل، ثم تغسل بالماء، تعطي شعور بالنظافة والنعومة. وعند الإهدال أفضل وضع ملصقات عليها، عليها طريقة الاستعمال ومدة الحفظ ومكوناتها. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، واتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.